يقول فضيلة الشيخ، في السفر أيهما أفضل، التقديم أم التأخير؟ حسب الأرفق بالإنسان، فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم، جمع الصلاتين في وقت الأولى، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس يعني زالت قبل أن يرحل صلى الظهر والعصر جمعا ثم رحل، وإن زاغت الشمس بعدما رحل فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية جمع تأخير، ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.